كل واحد فينا أكيد في حياته شخصية من نفسنا، طب إزاي نتعامل معاها وإزاي نعرفها أساسا الشخصية دي؟ ده اللي هنتكلم عليه النهاردة، يلا بينا. المنافسن ده هو، أيوة ده هو، ده واحد عايش حياته كلها بيتمحور حوالين نفسه، ما بيهتمش بنجاح الآخرين ولا حتى تعبهم اللي تعبوه علشان ينجحوا كده. كل اهتماماته إنه مستكتر عليك نجاحك أنت، وقمة متعته إن هو يفشلك في شغلك أو حياتك، ودايما بيتذائب وبيتذاكى على اللي حواليه بشكل او باخر. عامل كده زي اللي بيجمع سيديهات لكل الناس اللي بيتعامل معاهم علشان يمسكها عليهم زلة في يوم من الايام، ودول اللي النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنهم وقال: ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس او تركه الناس اتقاء فحشه. يا ستير يا رب، اللهم احفظنا. الشخص المنافسن ده عبارة عن مزيج من الحقد والحسد والكذب والتلصص وصفات تانية كتير للأسف بتبقى متكونة في الشخصية دي. الشخصية المنافسنة دي للأسف أنواع، في نوع منهم اسمه المنافسن العدائي. النوعية دي بيبان على وشه النفسنة، في الكلام وفي التصرفات وفي اللغة الجسدية، في كل حاجة. في نوع تاني اسمه المنافسن المسهوج، النوع ده بيبقى ساهي وداهي، يعني زي ما بيقولوا كده الناس، في الوش مراية وفي القفا سلاية. والشخصية دي ما بتعبرش عن اللي جواها بشكل واضح، لا دي بتلف وتدور. يعني مثلا لو شاف حاجة مع حد وهي منفسنة على الحاجة دي، بيتمنى زوالها من الحد ده ايا كانت الطريقة اللي هتزول بيها، ومش بس بيتمنى، لا ده بيطلع عيوب في الحاجة ديت علشان تزول فرحتها من عند الراجل اللي هو منفسن عليه. وبتستمتع الشخصية دي بعذاب الشخص اللي اتفقد منه الحاجة اللي كانت معاه. النوع الثالث في النفسنة المنفسن المبدع، ودي بتبقى شخصية مبدعة فعلا، ذكية جدا وعندها كاريزما عالية، والذكاء الاجتماعي عنده بيبقى فائق الوصف. وفي الغالب الشخصية دي بتبقى ناجحة دراسيا وناجحة في شغلها جدا. الشخصية دي تعتبر خطيرة جدا، لان هو بيفضل عايش حياته بيوقع في كل اللي حواليه علشان هو ينجح او يوصل. وفي الغالب الشخصية دي بعد فترة كبيرة بتقع. هنا في سؤال مهم جدا، ايه اللي بيخلي الشخص يبقى منافسني؟ هقول لك يا وحش، بس ركز معايا وما تسرحش. بص، الموضوع ده مش موروث، لكن الموروث هو الاستعداد. يعني مثلا مفيش اضطراب نفسي بيورث، يعني واحده منافسنه وعايشه حياتها كلها منافسنه، عيالها هيطلعوا شبهها منافسين؟ لا مش كده. لكن في واحده منافسنه عيالها هيطلع عندهم استعداد وراثي وجيني لحدوث اضطراب زي النفسنة. وهنا بقى ركز لما تيجي تتجوز، وركزي لما تيجي تتجوزي، علشان انت بتختار ام لأولادك وانت كمان بتختاري اب لأبنائك. فما تاخدش واحدة باباها كده او مامتها كده وتقولي انا هصلح منها او اعدل منها، وده في الغالب غلط، لان انت لازم تتأكد في الاول ان الشخصية اللي انت هتاخدها دي او العريس اللي جايلك ده ما تأثرش بوالده أو والدته بشكل كبير. أو ممكن نقدر نقول إيه، هي تأثرت بس تأثيرها ده قابل للإصلاح. السبب الرئيسي بقى في ظهور الكائنات الغريبة دي اللي عايشة حياتها كله على نفسنا، حاجة اسمها تربية الضراير. بص، مش مقصود بالضراير هنا إن مثلا الولد شاف مامته وشاف ضرتها بنفسنه على بعض، لا مش المعنى ده. المثال المقصود هنا في النقطة دي تربية الضراير في الأسرة، يعني مثلا الأب والأم ضرتين. ضرتين ايه يا عم؟ يا عم اسمع مني، ايوه ضرتين. مثلا الاب بيستقوى بالابن على الام، او الام بتستقوى بالابن على الاب. انا ما بقتش فاهم اي حاجه خالص يا عم، واحده واحده بس، واحده واحده. ماشي يا سيدي، واحده واحده وهتفهم ان شاء الله. هندي مثال، مثلا ان الاب اخذ الابن وخرج بيه، اول لما يرجعوا في البيت تلاقي الام اخذت الولد على جنب وقالت له احكي لي بقى ايه اللي حصل معاك، مشيتوا فين ورحتوا فين واكلتوا ايه وقعدتوا مع مين. وتبدا الام وهي بتسمع الحدوته من الابن ان هي تسيء الى الاب او تسيء لاحد الناس اللي اتعامل معاه. دي كلها حاجات بتربي النفسنه جوه الابن، ومش بس كده، لا دي بتنميها. والمصيبه بقى لو هو عنده استعداد لحدوث اضطراب. طيب كده احنا عرفنا حاجه بسيطه جدا عن الشخصيه المنافسنه، حاجة مهمة جدا بقى ناقصانا، ازاي نتعامل معاها؟ علشان تتعامل مع الشخصية المنافسنة لازم تتبع 3 خطوات. الخطوة الأولى، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، سامحه وحسسه إن التسامح صفة جميلة جدا هو فاقدها.
يأمر بالعرف، عرفه ان التصرف اللي عمله ده غلط وما ينفعش يكرره مرة تانية، وكمان عرفه ازاي يعمل التصرف الصح. تالت حاجة اعرض عن الجاهلين، ما استجابش وفضل ينفسن عليك وبيكرر نفس الاخطاء اللي انت واجهته بيها قبل كده وسمحته عليها قبل كده، خلاص يبقى في الحالة دي لازم تتجنبه وتبعد عنه قدر المستطاع. ناس كتيرة تقولك لا انا يا عم انا هعامل الناس بعدل ومساواة ومش هفرق ما بينهم وهعاملهم كلهم بمحبة بالحب يعني. طيب بس تعالى قولي ايه الفرق ما بين العدل والمساواة؟ ما ينفعش ان انا اساوي بين مخطئ ومصيب، انا كده بظلم الاثنين. العدل والمساواة ان كل واحد يعمل حاجة يكافئ عليها او يحاسب عليها، وهو ده المفهوم بتاع العدل والمساواة. ده غير الناس طبعا اللي هتقولك لا انا بسامح كده وان شاء الله حقي هاخده في الاخرة باذن الله عند ربنا. كل دي للاسف ردود فعل سلبية. السماح مش معناه الضعف او التذلل للاخرين. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقكش في الدنيا علشان تعيش للاخرة بس، هو خلقك سبحانه وتعالى في الدنيا علشان تعيش فيها وتكون عايش سعيد فيها وتعمل الاعمال الصالحة اللي هتوصلك للاخرة عشان تعيش فيها العيشة الكريمة، وخلقك كمان في الدنيا علشان تكون مبسوط مع كل الناس اللي انت بتتعامل معاهم. الخلاصة ما تسيبش حقك لحد، وخد حقك بمعلمة وبحكمة، خد حقك من غير ما تأذي حد ملوش ذنب في حاجة، وعامل الناس بالعدل مش بالمساواة اللي بتوصلك للضعف الغير مبرر. سامح وفهم اللي غلط فيك غلطه كان ايه معاك، ولو ما رجعش عن اخطائه سيبه، وما تتعاملش معاه غير في حدود الضوابط اللي بتحكم المعاملة بينكم وبين بعض. انا خلاص خلصت، وخدوا بالكم من المنافسين اللي موجودين في كل حتة في حياتكم، وافتكروا التعامل بثلاث حاجات: خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. شكرا جدا ليكم، سلام عليكم.